السلام عليكم ورحمة الله. هزوا الفلاون. حتى وإن كان الشعب الجزائري قاطع الانتخابات الرئاسية تاع ديسمبر 2019 اللي تعين على أثرها من طرف الطغمة العسكرية شرشابون باش يكون هو طرطور المرادية ورخيص الجمهورية، يبقى دايما كان مواطنين يعني يتوجهونه برسائل لما تضيق بهم الحالة، كدا يديروا فيديو يقولوا يا تبو شوف لنا يا شوف انا كذا انا كذا. طبعا عمره ما يرد عليهم، هو عمره ما يرد ولا يستجيب للاستغاثة، هذه يعني إغاثة الناس الاخر ديرها، وهو عمره ما هوش سامع بالشعب. شابون عايش في عالم اخر، شرشابون عايش في عالم اخر، في الليل خابط في النهار مثمون، وبين 12 و5 راهو اوتر شوز. المهم اليوم كان مواطن عمل تسجيل لانه اعترف باللي غلط ومشى فوطا، وزيد كي فوطا فوطا لشرشابون. ضميره أنبو السيد هذا جاي يعتذر للشعب لأنه صوت الشرشابون. اسمعوا. السلام عليكم يا خالتي. الشعب الجزائري قاعد يسمح لي علاه خطرش أنا واحد من اللي فوطوا على التبون، اسمحوا لي خطرش على بالي باللي الصوت تاعي نتحاسب عليه غدوة، نتحاسب عليه عند ربي. وشنو نطلب منكم السماح؟ شعب الجزائري نطلب منكم السماح في الدنيا قبل الاخرة. وكي يزيد يرشح روحو خويا سيدي علي مانيش نفوطي، ما كانش اللي نبغي قد خويا سيدي علي، كي يرشح روحو خويا سيدي علي والله ماني نفوطي. هذه هي، وسمحوا لي دنيا والاخرة. اولا نقول المواطن هذا شجاعة منه انه يجي قل انا اعترف باللي غلط وغلطوني ومشيت وسمعت وصوت. ولكن المواطن ما عنده علم ماش يطلب السماح، لانه ماشي الصوت ديالو هذاك او تاع الالاف اللي غلطوا كيف وما همش في بزاف. على كل حال اللي عين اللي جابوا بتبون القصر المرادية تعينه كان مقرر من قبل، لأنه الطغمة العسكرية الحاكمة، العصابة الحاكمة هذه تحتقر الشعب. داير كي ينظموا الانتخابات سواء رئاسية أو تشريعية أو بلدية يديروا دور واحد، يعني الأمور مفصولة، يعني باللي هذاك اللي راهم باغينه راح يعدي في الدور الأول. على الأقل يديروا بور لا فورم، قالوا نديروا دو تور وما لا دور واحد وخرج هو الاول. ما قابل بزاف، لانك مش ممكن تجيب اغلبيه فوق من 50% وانت كان معك ربعه اخرين، ولكن ما ربعه هذوك ارانب مرخص اكثر ما منهم ما كانش يقبلوا بواحد في المية 0.7% يقبلوا واحد يرخيص. وش تدير له انت؟ راح تحتم عليه لانه ما كانش انتخابات صحيحة. وزيد لما شفت واحد كيما شرشابون ما دارش حملة انتخابية، ما دارش حملة انتخابية من نهار الاول. رئيس الحملة الانتخابية تاعو ديميسيونا، سحبوه له، قالوا انسحب انسحب. زادوا اخرين في على مساعدة ولايات انسحبوا، زاد ما قدرش يخرج ويدير حملة انتخابية. مشى للجلفة وطمن راست وباتنا وخلاص، يعني هذا مش ما قدرش يدير حملة انتخابية. وزيد عكروا له الحملة ديالو بالعفير تاع وليدو خالد. سمعت وذاك الوقت نشوف فيها قضية كوكايين، شكون يجي يفوت على واحد وليدو يترافيكي في الكوكايين، وليدو في الحبس. دونك السيد ما كان والو من بليس دو سلا. الانتخابات الفوق على مستوى الاعلام الالي وكذا، ورئيس الهيئه المستقله تاع
مراقبة الانتخابات هو بعد أيد باش قال جماعة المخابرات هما اللي يشرفوا على العملية على مستوى الإعلام الآلي وذا، لأنه المكلف بالعملية اللي يخدم في وزارة الداخلية كي شاف هكذا قال بقى على خير، قال ما نقدرش نخدم معاك. ولا داها الكولونيل اسكندر وبو عزة طبعا هو اللي كان يسوق في الحالة، وداروا عزيمي هو هو اللي ربح. تصور الناس في الدول الأخرى 8 تاع العشية تخرج الانتخابات، النتائج تخرج 8 تاع العشية، 7 تغلق مراكز الانتخابات 8. قال احنا الجزائر سو ديفلوبي، داكو سو ديفلوبي ماشي 8، المغرب سدي على 12، على 12 وما كانش المغرب على 12 وما كانش. وعلاش؟ على اختراقش جماعة بعدو يناقشوا وكذا ومنا ومن يحبوا يلعبوا هالكات صراحة قال موالو شرشابون سي شرشابون يا باس عدير. دونك المواطن هذا اللي جاي يعتذر نقول هذه شجاعة منك، انك جيت قلت انا راني صوت ومشيت ضد الشعب، لان واحد اللي صوت الشعب كامل قاطع وراح يصوت سما وخرج ضد الشعب، ولكن ماشي انت سبب له خذا، سبب له خذا يا عصابة ولاد الحرام. وعصابة ولاد الحرام ماشي غير انت برك اللي غلطاتك، غلطت بزاف منك، سمعت تقريبا واحد 3 ملايين ولا 2 ملايين، لانه الباقي كاع ما فوطوا ما والو، غلطتهم عصابة ولاد الحرام، لانه كان جزائريين نية يحسب الناس كامل طيبين كيما هو هذا السيد، هذا انسان طيب باين عليه انسان طيب، ويحسب الناس كامل كيفو طيبين، ولكن هادو حرامية، هادو ولاد حرام ما يلزمش يثق فيهم. فوالا هذه هي المهم، ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يبعد عليها ولاد حرام. السلام عليكم ورحمة الله. صحابيها.